امي شي مره وحده بحياتك وساقي فيه اعتبريني رجال مثل صافي. انا مني ولد. ايه فاذا تصرف مثل الرجال الكبار مش مثل الاولاد. ماشي امي بامرك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرافقك، الله يحميك يا امي. وصينا ريس. السلام عليكم. شو حجة لك زمان منع عمتي ها؟ يا زل يا زل يا زل قتلة لك لا تزحش. ما حدا بيعرف مصلحتك قد ولا ركولة ركولة يا حسن ركولة تركلي ركولة قوتكو تركلي. شو مفكرني حيوان لترجع تضربني مرة تانية؟ إذا خيك وعم تعمل فيك أنت شو بتعمل مع الغريب؟ عبد الشباب رح يبقوا 24 على 24 تيحموك ويراقبوك. أنت واحد مجرم ومخبى بتيابك صافي، بتعرف هالشي؟ إيه أنا واحد مجرم لأني عم بعمل مصلحة خيي. يعني أول شيء عم حاول نطفو من السم الهار اللي عم يمشي بجسمه، وتاني شيء عم حاول جيب له أوراق وجواز سفر لحتى أهربه برات البلد لأنه محكوم إعدام. أنت شو مفكرني ولد وعم تلعب فيي؟ بديش سافر برات البلد ولا رجل يضرب جسمي. عم تسمع؟ عم تسمع؟ وبعدين؟ اتركني خلي يضربني. اتركني اضربني اضربني اضربني. لا انا عم بعمل هذا الشيء كله مشان مصلحتك يا حمار.